اليوم صار الوقت لتتعرفوا على منتج جديد وهو الدبل سايدد بان اللي بيقدم لكم وصفات كتير شهية تقدروا تطبخوا كل شيء عندكم بالبيت بطريقة كتير سهلة. التقنية اللي بيشتغل فيها هي تقنية التدوير الحراري، فهو بيحبس الحرارة وبيوزعها بشكل متساوي على كل الأكل. مثل ما بتشوفوا شكله كتير حلو، بيتميز بقبضة كتير قوية بسبب وبفضل القطعة المغناطيسية اللي موجودة بالداخل، بالإضافة إلى 3 طبقات من التيتانيوم. وبتعرفوا قديش التيتانيوم عن جد كتير صحي وأحسن من كل الطبقات اللي بيحطوها على أي طاسات أو شيء تاني. ومثل ما أنتوا بتعرفوا طبعا هو أفضل من التافلون بميت مرة، شكله كتير مميز ومرتب. وحتى لحتى نعرف أكثر عن الدبل سايدد بان يساعدنا يكون موجود معنا شيف جون حتى يخبرنا عن الوصفات الشهية اللي بنقدر نعملها مع الدبل سايدد بان. What we are going to cook? We're going to do quite a variety. Okay. What I already started doing earlier is a paella. Okay. And we're going to show that paella a bit later. Okay. And also here I have a wide variety of seafood items. Mm-hmm. And I'd like to start by putting in our little fish. Would you like me to heat that for you? Please, thank you okay. very much. A nice low temperature. Okay. And on the other side, we're going to do a full breakfast. طبعا مشاهدينا نحن عنا أشياء كثير محضرينها اليوم، بنحضر لكم وصفات كثير شهية. نحن عنا هني الشيف محضر بايلا، هي اوريدي جاهزة داخل الدبل سايدد بان، بالإضافة إنه حين بنحط السمك أوكي والشريمب بالدبل سايدد بان، بالإضافة إلى بنحضر بريكفاست متكامل هو عبارة عن أومليت، سوسج، توميتو، مشروم، حلوم وخبز عربي. عن جد شكله كتير شهي. مثل ما بتشوفوا الحجم الداخلي هو مناسب لسمكتين، يعني قديش هو مناسب لكل العائلة. amazing handle with the magnet. amazing، يعني أكثر شيء عجبني فيها هو الماجنت اللي بيساعدنا على غلق بإحكام. we are doing everything fast. yeah, and that's the beauty about this yes. pan. it works with pressure. yes. So, with pressure, you have the steam circulating, yeah. and that means your items are going to cook faster, and they're going to get to well done a lot quicker. Yes. What I love about the handle, as you mentioned, it doesn't heat up. And you know what I really like about it? هو إنه تقنية إنه ما بنستخدم أي معالق أثناء التقليب. عن جد كتير كتير فكرة صنع حلوة. سهل كتير ان احنا بس فليب اند كوك. اكثر شيء عجبني فيها هو حجمه كبير، بيكفي لاشياء كثير او مكونات كثيره من الاكل. ثاني شيء ما احتجت ابدا ان انا اشم ريحه القلي او اشم ريحه الشوي في البيت، ما تناثر علي الزيت، يعني كانت عمليه الطبخ كثير سهله. Let's have a look at how that's doing. Already wow. you can see the beautiful colors. You know what? Because of the pressure. Okay, it cooks in half time. يعني هذا Absolutely. أحلى ما فيها إنه بتختصر الوقت لنص الوقت. هذا شيء وايد مهم لكل ست بيت. نحن الحين في عصر سرعة، ما عندنا وقت، كل حياتنا بتمشي بسرعة. عشان نحضر وجبة كبيرة لعائلة كبيرة محتاجين عن جد يكون في مطبخنا الدبل سايدد بان اللي بيساعدنا على تحضير وجبات سعيدة. أنا كثير حبيتها لأن عن جد أمس أنا جربتها بالبيت، قدمت أكلات وصفات قديش شهية. مثل ما عم تشوفوا الشيف جون عم يعمل flip and cook من دون ما يستخدم اي سباتشولا ولا يستخدم اي شيء. انت ما في داعي ان انت تقلبي، ما في داعي تستخدمي معلقه، ما في داعي تستخدمي سباتشولا. طريقه كثير سهله لست بيت اللي ما بتحب يكون عندها مواعين كبير، مثل ما راح تشوفوا هلا انا براويكم الحين، بكل سهوله من دون ما تحرك ولا طلع اي شيء، لانها محكمه الاغلاق 100%. لا ننسى انه داير ما يدور الدبل سايدد بان في عندنا مطاط بيعمل على حبس الأكل. Like flip and cook. I really enjoyed fun, it. I enjoyed it yesterday really. Wow, look at the fish. Wow. Amazing. شوفوها I think. نقدر نشوف الستيم من الفتحة هني. كثير آمن لأنه يطلع من الخلف، وهذا الشيء بيكون كثير آمن لكل أفراد العيلة بما أنكم قاعدين تطبخوا. هذا الشيء نرجع ونقول إن هو بيحفظ الرطوبة وبيحفظ الحرارة داخل الدبل سايدد بان. Thank you.